تخللها. برضه خط الصفر بتاع الشيل فورس دياجرام هنا بقى في عندك حمل متوزع على طول 2 متر ده. طيب هو بادئ من ايه لحد سي؟ انا لازم احوله لكونسنتريت. انا ما بنشتغلش بالديستريبيوتد خالص. 30 في عمان. ده معناه ايه بس عشان الناس اللي مش فاهمه يعني ايه حمل موزع على طول معين؟ بص هو المفروض 30 كيلو نيوتن لكل متر. ده المفروض يعني. المسافه 2 متر. يعني انت بتبدا من صفر لحد 2. من صفر لحد 2. الحمل متوزع ديستريبيوتد يعني ويونيفورم. يعني ولا بيزيد ولا بيقل. يبقى زي ما هو 30. طب انا عايز احوله كونسنتريتد عشان دي تبقى نيوتن. فانا عايز الغي المتر ده. فهضرب في الطول. هضرب في الطول يعني انا دلوقتي عندي 30 صح؟ 30 كيلو نيوتن لكل متر. طب انا عايزها كيلو نيوتن بس. 60 هضرب في الطول اللي هو ال 2 متر صح ولا لا؟ عشان تبقى كيلو نيوتن بس. احطها في النص. تبقى كونسنتريتد واحطها في النص يعني. نص ال او خلال نص الاثنين يعني. هو القانون بتاعها مفيش قانون. الاف كونسنتريتد وهي ديستريبيوتد في الطول. في الطول اللي متوزع عليه. بس. ليه؟ لان ديت بتبقى نيوتن لكل متر في المتر بيديك ايه؟ نيوتن بس كده. هو ده اللي احنا عايزينه. عايزينها كونسنتريشن مركزه في نقطه مش مركزه على طول معين. بس هي الفكره. لا مفيش تريانجل. لا سالته ما لا هو بس شكله لا مش تريانجل. لا دي مستطيل بس اللي عليك لحد دلوقتي مستطيل بس. انا كده كده مجهز لك فيديو شرح كل الانواع احتياطي. لا هو انا كلمت شخصيا قال لي لا. طب خلاص جايز لنا الفيديو بس ما تقوليش اللي انت شرحته. عايز ايه؟ يعني جايز لنا الفيديو بس ما تقولش للدكتور اللي انت شرحت لنا التريانجل. لا مش هقول. لا هو كده كده عارف الفيديو اصلا. انا قلت اعمل له لقاء على الشغل. صح افتكرت كيلو نيوتن. خلاص سهله ماشي كده حولتها دي. خلاص بقى انسى بقى ان هي كانت ديستريبيوتد خالص. سهله بس اعتبرها حمل موزع حمل اللي كونسنتريتد. شكرا على كده. ماشي طيب دي 2 متر قسمها بقى بالنص. واحد تمام بس عملنا حاجه عامله حد هنا؟ ودي بقت زي دي. عايز انزل مع اللي نازل واطلع مع اللي طالع. رياكشن هنا في رياكشن واحده ولا اثنين؟ ايه اكس واي والرولر واحد. عندنا ايه واي؟ موجب 60 باربعة. 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 واحد. موجب 60 60. كده الرقم الوحيد هو الاي واي. شوف عندك بكام الاي واي بسرعة. اللي فتح المجامع يا رجالة. الاي واي يا شايف. يا خالي اهو. 72. يبقى كده انا فرضي صح. انت برضه بتفرض في الاول الرياكشن وتشوف فرضك صح ولا غلط. يبقى كده الفرض بتاعك صح. في كده خلاص الاي واي 72 فوق. دي برضه فوق. موضوع لذيذ والله. مفيش حاجه. اطلع مع اللي طالع وانزل مع اللي نازل. اطلع بايه؟ ب 72 اهو. استنى بقى افضل ثابت الحته دي بس لحد 1 متر. انزل 60 وانزل 60. 72 ناقص 60 12. يبقى انزل تحت الصفر ب 12. عشان ازاي بقى هندسه فوق الصفر؟ فوق الصفر. فوق الصفر. فوق الصفر. قول لي يا ابني
مش قلنا خالص. انا حد مش عارف انا سلمت حاجه بس عدها ايوه فضل بخط مش مهندس فضل بخط معايا استريبيل الدور من ساعتها هو استريبيل الدور بيبقى خط معايا استريبيل الدور خط معايا اي والله ينور عليك. الصباح حضرتك اتلخبطت يا جماعه. دلوقتي يا جماعه ده بدايتي من هنا لنهايتي هنا. ايوه ده المفروض يترسم ده 72 انا طلعت 72 ماشي ومن عندك هنا 60 لان هو كان ديستريبيوتد من اول ايه لحد سي. خلاص ال 60 دوت هتنزل بيه كده بعد 12 لحد هنا ده كده ال 12 تفضل ماشي بال 12 ماشي. ده الحاجه الوحيده بس اللي تتعمل مايله في الشير فورس دياجرام انت صح. فانا ماشي بالشير فورس هاجي هنا بقى هنزل من ال 12 ناقص 60 يبقى انزل على صفر 48 يبقى تحت الصفر 48 هطلع بعد كده ال 48 هي الراتش. اه انا مايل علشان المفروض اصلا معادله الديستريبيوتد خط مستقيم تمام. فانا ماشي بعد كده هطلع تاني 48 كده خلصت ايه الشيف فورس ده سهله هي بس حته بس الديستريبيوتد خد بالك بس يعني هو التوزيع ما بيفرقش حاجه ثانيه مش هو انا بعد ما اتفرج زي هنا كده خلاص كان ثاني. لا لا لسه انا هقول لك دلوقتي كمل بس ادي الشيف فورس برضو نفس الكلام البيندنج مومنت هبدا برضو من النقطه دي بس اعمل مومنت هنا فانا 72 في 2 في 1 الاقي 72 فانا هطلع كده بخط مالي دايما المومنت خط مالي هنا 72 طيب في هنا بقى ديستريبيوتد لود عندي السي بقى لما اجي اعمل مومنت عند سي في ديستريبيوتد عند سي هاخد ال 72 في 2 وهاخد ناقص 60 في 1 صح؟ عند نقطه سي برضه انا فرض هنا نفس الفرض هندسه بتاع اللي هناك عكس عقارب الساعه 7 نفس الكلام اطلع مع الاطار وانزل مع النازل برضه. طيب فانا قلت ايه؟ مع عقارب الساعه الموجب يبقى 72 في 2 وناقص ال 60 في 1 طلعت بكام؟ 4 دي كده بالموجب صح؟ انت بقى ده ديستريبيوتد لود ايوه كده بيتعمل كيرف بقى ايوه على عند السي واعمل كيرف ده كام؟ لا ده شويه كيرف الكيرف المفروض يبدا من ايه؟ من اول كيرف من اول من اول ايه صح؟ هي بقى من فوق خالص من اوله خالص اول خالص انا فصلت حق تعبنا ربنا حق ده كده الكلمه ده اللي هو بيني يعني ده المفروض انا بدات من 72 لحد الان تمام. طيب النقطه ديت هي اللي عندها الاربعه كمان طيب بعد كده هكمل بقى عادي هكمل عادي خطوط عادي جدا باينه لحد ما تقفل في الاخر وشوف انت فيها مستقيم هتزيد 87 هتزيد يا باشمهندس هتزيد يعني في الاخر يعني انت في الاخر يعني ارقام يعني لحد ما تقفل الصفر لحد ما تقفل الصفر بس الفكره كلها بتحط بس كيرف في الديستريبيوتد وبعدين بتحط هنا خطوط مايله بس وكده كده انا شارح كل الجزء ده بالتفصيل في الفيديو يعني